لك خلاص خلاص اطبخي شو ما بدك، ما انتي ما في اطيب من طبخي. خلاص حاطبخ لك على ذوقي. خير ان شاء الله من بكره، اليوم كثير على المشغل يا عبي. عندي فكرة قصة جديدة في ريال حبتها واليوم رح نقصها. يعني عم تستفيدي ولك امي؟ اي والله يا عمو. يعني انه اذا تعلمتي لك بنتي هالمصلحة رح تشتغلي فيها؟ اي مو ضروري اشتغل يا عبي، المهم اني صرت اعرف اعمل تصميم فساتين وتنانير، والله شغلة حلوة. الله يوفقك يا رب. يلا يلا شرفي لوتك على الساحة الطريق. شرفي خاطرك يا عمو. الله معك يا عمو. لا يا بنتي، لا يلا 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 يا بنتي. مين؟ ام عزمي. ام عزمي خير؟ معتدين على بيتك. ومين هالابن الكلب اللي اعتدى على بيتي بعد الهجوم؟ ما عليك قوة الا بالله. لا قوة الا بالله. ان شاء الله ما في عزك. بدي كل الرجال ونسوان الحارة يجتمعوا هلا بالساحة. طب هلا شو القصة؟ ما عندي كلام ثاني. تفضلوا. يلا مثل ما بدك. يا اهل الحارة، يا اهل الحارة. يلا يا عمي يلا. يلا يلا. رجال يا اما مرا ورجال، الحقيقه ما عرفنا. المهم اعتدوا على بيتنا وسرقوا الذهب وسرقوا شويه اغراض. مشان هيك انا حبيت اجمع كل اهل الحاره نسوان ورجال لحتى نشوف مين بده يغيب عن هالاجتماع. زعيم مشان ما تعملوا لنا كاني ماني، انا وكرمه ما طلعنا من الحاره. الهمشري هون مو بيي. ام عزمي
لا زعيم مانا هون. مين غايب كمان؟ والله يا عمي كل رجال حارة الخوخة وعزمي بيق ما حدا بين منهم. كلهم تبلغوا بالاجتماع؟ يا عمي عندهم علم. ها هي وصل عزمي بيق. يلا يلا. السلام عليكم يا اخوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخونا ابو النور، بصفة كبير حارة الخوخة اجيت انا واخي الشيخ ابو الحكم وابن الدكتور عصمت لحتى نقلكن نحن واقفين معكن، ما رح يهنالنا بال لحتى نكشف مين سرقكن. بارك الله فيكن. الحرامية ما طلعوا الا من حارتكن يا عزمي بيك. طاووس انت شو عم تحكي؟ ما حدا غايب غير الهمشري وامه، ورجعوا لحارتكن. قص لسانك يا ول طاووس، الا ذوقك من الطيب وناهي. لا تقول يا ول طاووس. خلص بضل عزمي بيك ونحن اهل. كبير يا ابو النور كبير. هالشخصين يلي فاتوا على البيت وسرقونا وهجموا عليكي كانوا عم يراقبوا البيت وشافونا انه طلعنا كلياتنا. بس اللي ردت علي وقت قلت مين صوت مرة وقالت لي انا ام عزمي. اكيد كذابه، لانه ما في حدا بده يسرق بيقوم بيعرف عن حاله. ابي لازم يعرف مين كان عم يحوص بالحاره. طبعا قلت عليكم على الليوان ما بدي اسمع صوته بنوب. لا بدنا نقعد مع عمي بدنا نعرف مين اللي فات على بيتنا. شو بدك تعمل معه؟ بدي احسب الله ما خلقه. ابني اترك شغلي علي الله يرضى عليك. اطلعوا يلا. حاضر حاضر يا ابني. معقولة ما قدرتي تشوفي وش واحد منه؟ كانوا لابسين ملايا ما قدرت شوف وشهم. ليش هن رجال ولا نسوان؟ هلا اللي كان ماسكني اكيد رجال لانه قوي ونفسه نفس رجال. يعني كان هابطك؟ هلا مو هابطني، كان ماسكني من خصري بإيد وإيده الثانية كان حاططها على وشي ومسكر لي تمي. اوعوا تجيبوا سيرة قدام حدا، اوعوا. ها وهي جبت لك صحن شوربة، يلا انت من الصبح مو اكله. صحة يا عمي. قلبك حبيبتي. الله يرحم روحه شو كان طيب. تحت راس عادي بالشهاده مشان نعمل علامه. ديبه ديبه لك ايش مالك؟ شبك كرمه محلول. ماشي. على نية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم.
وحدة للميت بيستاهل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حليق.